نقلنا اليوم إلى مستشفى المدين للقيام بعملية جراحية على ماء العين لفائدة 120 مريض من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي نجموش يقوموا بالعمليات هذوما في إطار في المصحات وإلا في المستشفيات نظرا لعدم وجود تغطية اجتماعية. القافلة هذه سبقتها قافلة قمنا بها في 24-25-26 نوفمبر، قمنا بالكشف على المرضى هذوما من خلال فحص 130 مريض واستخلصنا 120 حالة اللي تستوجب التدخل الجراحي، وتنقلنا يوم الخميس إلى مستشفى مدنين وجهزنا قاعتين بالمجاهر الطبية الخاصة والزباغي دو فاكو وحضرنا اللوازم متاعنا الكل، وذلك بالشراكة مع مخابر اونيماد للأدوية مع مخابر بوشيلومب كادوسيل يعطونا لزباغي باش نخدموا بهم العملية الجراحية بدون غرزات، آخر تقنية بالنسبة لجراحة العملية الماء، وبالشراكة كذلك بيانسور مع وزارة الصحة وال مركز الصحة الأساسي ولا ديريكسيون ريجونال دو سانتي هوني في مدنين. نقلوا معايا فريق كبير، فريق طبي وشبه طبي من القطاع العام من القطاع الخاص متطوعين باش يقوموا معنا بالعمليات هذوما، 12 دكتور، 6 أعضاء شبه فنيين شبه من القطاع شبه الطبي دي زانفيرمي ودي زانسترومنتيست، و أعضاء من نادي ليانس المتطوعين باش يعاونونا في القيام بالعمليات هذوما سورتو واللهين بالمرضى واللي بارون تاعها. العمليه الجراحيه باش تواصل اليوم يوم الجمعه وغدا يوم السبت مع القيام بالكشف بعد العمليه يوم الاحد وتوزيع الادويه اللازمه بعد العمليه بالنسبه للمرضى نتاعنا هذوما.